اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج المشهد. مشاهدينا الكرام، اعلن عده مترشحين غير معتمدين من طرف المجلس الدستوري مقاطعتهم للانتخابات الرئاسيه القادمه وتشكيل ائتلاف سياسي جديد باسم جبهه المعارضه الديمقراطيه. وواصف الكيان الجديد مقاطعة المسار الانتخابي بالمقاطعة النشطة التي تؤطر وتنظم الوقفات الاحتجاجية الرامية إلى فضح التزوير، وداعيا الناخبين لرفض المشاركة في مسرحية مكشوفة وفق ما جاء في إعلان تأسيس هذه الجبهة. إذن معنا هنا لنقاش هذا الموضوع أحمد والصنبة والعبد الله، وهو مترشح أحد المترشحين وأحد أعضاء هذه الجبهة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. مرحبا بك. يعني لنتحدث أولا عن يعني هذه الجبهة، يعني السياقات التي جاءت في هذه الجبهة، يعني هل هي متعلقة فقط بمقاطعة الانتخابات أم هي جبهة مستمرة معارض يعني في المعارضة الديمقراطية على في كما يفهم من اسمها يعني جبهه المعارضه الديمقراطيه؟ شكرا جزيلا. والسلام على رسول الله. هذه الجبهه ولدت بعد تواجد اعضائها في اطار اخر، كان هو اطار منسقيه للمترشحين للانتخابات الرئاسيه. المترشحين عدلوا منسقية كانوا يشاوروا فيها ويناقشوا طريقة اللي صدوا بها الخروقات والتزوير اللي شاب الانتخابات الماضية ياك ما يخرج في هذه الانتخابات. وكان أيضا من الأهداف لمنسقيتهم هو لأنهم يوقفوا في وجه منع نظام للناخبين من تزكية المترشحين. طبعا في خضم ذاك التواجد واللقاءات اللي خلقوا مثقت فكرة إنشاء هذه الشبهة لرفع المظلومية طبعا عن المترشحين اللي تم ظلمهم، لرفض هذا المسار الانتخابي الأحادي، لرفض التزوير المسبق اللي فات خلق فيه وتزييف إرادة الناخب اللي فات ظهر اللي فات ظهرت، وايضا لتاسيس المعارضه حقيقيه بشكل المعارضه تغليدي للاسف ارتمات ذاتي كامله في حضان النظام وعاد المواطن ما تلا عنده حد شاد اخباره. بالتالي احنا في وضعيه سياسيه انتم بديل عن المعارضه، نحن ندور لان نخلق صوت للمواطن يضحد الظلم اللي يعاني به. طيب. يندد به به لساحه سياسيه. هذا الصوت يعني هذا الصوت يعني كيف تخلقونه بالمقاطعه؟ يعني ترون المقاطعه يعني يعني بشكلها الحالي هي صفريه الى حد ما، خصوصا انه يعني ربما قد لا تخدم مستقبلكم انتم السياسي البكر الى يعني ما يمكن نسميه، وربما يفهم البعض انها ايضا في المقابل قد تخدم هذا النظام الذي تقولون انه يعني معارضته نائمه. لا بالعكس، نحن فكرنا كثيرا في الاسلوب اللي يلا نتخذه كمعارضين ازاء الازمه السياسيه اللي دخل البلد واللي هي اللي تعود فاتحه للمرحله الجايه. وكان أزمة سياسية هو هذا المسار الانتخابي الأحادي المزور واللي فات أفرض نتيجته مسبقا. كيف؟ فات أفرض نتيجته مسبقا لأن الرئيس المنتهية مأموريته والمترشح المأمورية الثانية أعمد على منع المترشحين من الحصول على التزكية بصفة ديمقراطية طبيعية، واختار مرشحين ينافسوه على مقاسه وعلى ضمانات وعلى شروط فرغت العملية الانتخابية من محتواها. بالتالي هذه العملية الانتخابية لا تعد كونها مسرحية مهزلة واللي واحد فيها عابث والعاقل منزه عن العبث. طيب. لو كان في فم لو كان فهم فرصة والله أمل في أحد المترشحين اللي تم ترشيحه من طرف النظام عن يفوز على النظام، لكن احنا مشينا معاه عبيدلو إلين نشحوه. إذا أنتم ترون أنه يعني كل يعني المترشحين الحاليين هم
تم انتقاؤهم من طرف النظام، مرشحين يخدمون أجهزة النظام، هذا هو فهمكم؟ طبعا هو مو فهمنا، هو واقع. احنا كنا منسقين مرشحين، نجمع هذ المرشحين كاملين، كنا نجمع علماء باستثناء بعضهم كان معكم، يعني بعضهم كان معكم باستثناء مرشحي ما كانوا يحضروا معنا. مرشح عن حزب التواصل والمرشح العيد هذا ما قطوا حضروا، غير المرشحين الاخرين كامل كانوا يحضروا للاجتماعات منسقية المرشحين. أيوة. وكان بين عهود والتزامات، والبعض من المترشح حالا كان يفرض الناس لأنها لا تقبل الترشح إلا لين تعود النظام يرفع يده عن التزكية وتزكي الناس كاملها، والله نقاطعوا كاملين. هذا كان طرحهم، وتخلوا عن لهم تحت مشاو، ولا جينا قاعد نشبرهم حتى تلفون ما يرفدونا فيها، والوقفات ينعدلوا ما 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 حضروها معنا، ولا ندوم واللي بذا اللي خلق، وانقطعوا عنا قطيعة تامة. كي تمدى ما كان بينها شي ما أحد، مدى خذلة تمدى قطعته في الظهر مسالة كعفة للطريق، ما فات مدالكم شي في يديكم الذي قاعد لي قد يرجع منكم شنو. يعني معناته بعض المترشحين الحاليين تخلوا عنكم في منتصف الطريق، يعني نتيجة للتفاهمات مع النظام. طبعا تخلوا عن التفاهمات مع النظام، هذا واليظهر مولي من تزكيتهم الواحد اللي زكاوا فيه، مولي ما في اللي زكاوا فيه، كلهم قالوا هاك هذا خمس حمد ما يعرفهم، لكن اتصل بهم وموقعين وسجل اسمه وتوقيعاتهم، قالوا هاك خمس عمد رانك مزكي بهم، هاك هذا المستشارين مزكي بهم على شروط وعلى. وانتم ما ظهركم عن المقاطعة، يعني يوخلق اللي خلق، ظهركم عن المقاطعة قاعد، يعني أي ذمرة، أي ذمرة يعني مرجوة من المقاطعة يعني بشكل الحالي، يعني ما ترى ما ظهركم عنه أشبه قبيل المشاركة مع أحد المترشحين، ربما يعني نسبة 100% ربما من خارجه، لكن يعني على الأقل تقعدوا مع المترشحين تشوفوا برامجهم، تشوفوا حواراتهم، تشوفوا عقب ذاك تقروا كانكم تقاطعوا. كنا نقعد معاهم، مو اللي بشاو عنا، احنا ما نحن شنو معانو، والله كنا فراق وروق وجبار معاهم، احنا كنا نقعد معاهم، ما هو بالضروره كامل كان ومشاو عنا، هم اللي مشاو ومشاو منفرين اللي قال لهم هيك، يا غير هما ما دعموا روس، هما قالبهم يعدلوا اتفاق على اللي وصل منهم بالشوط الثاني يدعموا الاخر، ما يقدوا بيهم ذوك الاتفاق اللي فاتوا عادوا لهم والشروط اللي انفرضت عليهم هيك. شنو؟ هم مالهم ما يقدروا ارك يجمعوا ويقولوا عليهم اللي منهم طلع في الشوط الثاني عن الاخرين كانوا اللي يدعموا، مالهم ما يقدروا يعدلوه، هم دارك كلهم السهام وجهها الاخر، لكن اللي مد مراكب بعضها على بعض مد لحالها ولا عندها فرصه في النجاح به، اللي اولا الوسائل التقنيه تنجح والغزواني حتى الى زرقه الصين ضده، به اللي سيستم اللي عند مايسني اللي هو اللي عدلت عليه الانتخابات النيابيه والبلديه الماضيه لاول انتخابات في تاريخ موريتانيا الديمقراطي، تجمع المعارضه والاغلبيه على انها مزوره انتخابات النيابيه لكن الماضيه، لكن انتم كنتم تسعون للترشيح، والاغلبيه يعني كانت طالبه برفض نتائج الانتخابات البلديه والنيابيه الماضيه كاملها على اساس انها مزوره، لكن انتم في المقابل كنتم تسعون للترشيح وبرعايه وبيعني تنظيم من هذه اللجنه، ربما كنا يعني ما كنا سنسمع هذا الصوت، يعني اذا كنتم مثلا قبلتم يعني قبل ترشحكم لهنا طلعك يعني على ذي اللي كان يعني عند المنسقيه، منسقيه المترشحين كانت تناقش في اليه اسم حاله تخلق ظروف واليه الانتخابات شفافه ونزيهه يقدر يخلق من خلال التغيير، وكان من ذيك الاليات اللي طرحت هي اعلنها يلا تتصل بسيني وتفرض على اللوجيستيك اللي عند سيني اللي هو ماي سيني اللي معدله وزير حالا في الحكومه وعنده صوم باس ويقدر يدخل ويغير المعلومات فيه كل وقت، لان ذاك اللوجيستيك عنه يحيد ما تعدى به الانتخابات، والله على انه في اقل تقدير على المترشحين كلهم يوفد مهندس من عنده معلوماتي يدقق في اللوجيستيك به الخروقات اللي خلقوا في الانتخابات الماضيه سببها، قال على انه هذا اللوجيستيك بي اللي مبرمج على صفه ما ينقلب بها النظام. اذا خطوه المقاطعه هذه كخطوه، هذه كانت يعني كانت من النقاط كان خالق لك، لكن يعني خطوه المعارضه الان يعني بما تفيد يعني التغيير المشهود انتم والله تفيد صوت المواطن بشكل عام، تفيد كثيرا. نحن حتى يعني هو قد يقول قائل انه التزكيات في النهايه هي حق للاحزاب السياسيه تمنحها لمن تشاء، لكن في النهايه نحن شاهدنا حتى نماذج من بعض الدول بعض المرشحين يمنع، يعني مرشحين معارضين يمنع بسبب يعني معايير معينه او بسبب ربما تحفظ معين من نظام معين،
لكنه يدعم في النهايه من طرف مرشحين اخرين، لانه في النهايه المقاطعه يعني مقاطعه يعني ليس اي تاثير يقوى على على ارض الواقع، يعني قد لا تكون هذا، خصوصا انه شوف حالتنا شوف حالتنا احنا هذه عندك خيارين. الخيار الاول تمشي في هذه المسرحيه هذه المهزله اللي هي توفى بانتخاب رئيس محمد القزواني يتعود بررت له انتخابه الممولي ليس بالضرورة هالي. يعني هو انتم من فوسكم كنت لا تشاركوا خليني نجاوبك احنا كنا اللي نشاركوا قال كنا اللي نشاركوا على شروط وضوابط ولا خليتني نقولها لك قلت لك منها قضية لأن ماي سيني لأن ما كنا قابلين أن نشاركوا على أساسها الخالق حالا وكنا احنا كمنسقين مترشحين طارحين كنقطة ومشينا بها رسالة للداخلية والسيني والمجلس الدستوري لأن ندوروا ندقوا في ذاك اللوجيسيال اللي قالوا ماي سيني قبل المشاركة ونعودوا شركاء في العملية الانتخابية اللي منظمة سيني وكنا شارطين قدر من الشروط تفرض الشفافية قبل المشاركة ومنها عن الدولة ما انها تزكيك انت تعيط لك وتعطيك خمس عمد فاتوا ونقال لهم عنهم يزكوا على بياض وسجل دارت يسمك غير انها ترفع ايدها عن الظلم اللي معدله تخلي القانون يسير هو فرنسا في اقصى اليمين اليمين يزكوه عياو اقصى اليسار والفرق بينه شاسع بالتالي التزكيه ما تعني انك داعم المرشح اللي مزكي غير هي حق لك يكفل لك القانون انك تقدر تزكي المرشح اللي مزكي انت مزكي الى اخلاقه مزكي الى حرصه الى الوحده الوطنيه الى حبه الوطن ويا غير انك الدوله يقوم رئيس الجمهوريه من 200 وشوي و30 من العمد يقبل منها 205 يزكي بها نفسه و25 يقول لهم كتبوا تزكياتكم ولا ديروا الاسامي وينطرحوا عندهم هما يعود يختار في المترشحين اللي يزكي والواحد يعيط له التحت واللي كلهم مزكى ما قالوا ولا اللي يقولوا انا قاعد كان اللي يقول لي واحد منهم الشروط اللي يزكى على اساسهم عليه وعاد مستصاغه عندي قد قاعد نمشي معاك غير ان انت الشروط اللي زكيت عليها جاحدها اه نمشي معاك يتكلم الاطراش نمشي معاك كيف ترقاش اذا طيب انتم الان اتخذتم قرار المقاطعه يعني يعني ماذا سيواكب هذه المقاطعه؟ هل هناك انشطه يعني تنوون القيام بها يعني في سبيل هذه المقاطعه وفي سبيل يعني اظهار موقفكم على الاقل كتأثير معين على الساحة السياسية من الأنشطة قاع مقابلتي هذه معك وتوعيت الرأي العام عن هذه الانتخابات أنها مزورة وأنها بلا قيمة والهدف من المقاطعة هو 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 هذا النظام وأي نظام سوشن هو فرض عليه لأنه يجدد نفسه من خلال تزكية الشعب له ذاك هو اللي يعطيه نفس لإمكانية الاستمرار ونين تعود تزكية ما هي على المستوى اللي يعود كأنه نظام تم انتخابه بصفه ما هي نزيهه ولا هي مشرفه ومأموريته الاخرى اللي هي تعود مأموريه هو ضعيف فيها وتأهل للتغيير ما تعود مأموريه اللي هي تمشي الناس كاملها في مسرحيه تعرف عنها ما هي حد وتجي تزكي لقاه تعرف انه داعيها لا ياك تزكي ياك الصبح يخرج بمظهر البطل ويعود يعدل مأموريه اخرى بطل فيها بطل خرافي فيها ياك تفتح لنا الصبح شهر افاق شهر مأموريه ثانيه والله ثالثه والله يمرقون لنا مولي واحدين المطبلين اللي كانوا يطبلوا لعبد العزيز عن عدم مأمورية ثالثه والله انه يعود امير والله ملك ياك يطبلوا مولي هذا عن يعود امير والله ملك ندوره يخرج من هذه الانتخابات بما انه فاتح اسمها بالتزوير وحسمها بماي سيني وحسمها باختيار المنافسينه يخرج منها ضعيف الشعب ما هو مزكيه بالتالي مأموريته ضعيفه وينفرض على ان يخرق التغيير المهم عن ما تمشي الناس بجندة النظام ما نمشي توسى بهلالة فجدة النظام بيدي النظام فرض علينا أننا لا ندعمه هو ولا ندعمه مراسيله ويعود خارج لنا لا والله مراسيله لا خارج لنا أننا ما نمشي معه هو ولا نمشي مع مراسيله نمشي مع موريتانيا ونطالب موريتانيا عنها ترفض هذه الانتخابات الصورية ترفض هذا النظام اللي جوع الناس واللي فقرها واللي سبب عن لموريتانيا ولاد ذوكم الدفاع وعادين الخارج العيد الشباب والطافيلات هذا كامل عاد راس في الحيط طيب. والبطاله مستشريه والاسعار لاحقه السماء والفساد مستشري هذا النظام يا الله كان يعدل اللي عدل الرئيس الفرنسي السابق الين عاد مأموريته الاولى مأموريه سلبيه عاد موضوعي مع راسه عدل انتخابات ولا شارك فيها وسلم السلطه ولوكو قاعد معزز ومكرم في بلده الخلود في السلطه طيب. مات لماكن والشعب الموريتاني ما هو أدنى من الشعب السنغالي ولا هو أدنى من أي شعب السوشن هو هذا شعب شوكة
وشعب ما قط خضاع ولا قط خناع. مهجن فيهم ولا أنا غير مولي من تغام ريزو يدور اللاعق يوخل منه قاع اللي مو في الشعوب الأخرى. طيب يعني البعض يقول ربما أنه قادة هذه الجبهة يعني ربما أرجع يعني أنه أشخاص ربما غير معروفين حتى يعني على الساحة السياسية، وبالمقابل يعني في نفس الوقت ربما ليست هناك قاعدة جماهيرية ربما أيضا معروفة ذاتية في هذا يعني لا يمكن يكون الدعوة إلى المقاطعة في بهذه يعني المقارنة البسيطة اللي يقارن البعض إنه نوع من العبث الزادية، كما أن وصفكم لترشح البعض هو أيضا عبث. شوف المقاطعة سابق قاع قرحنا المقاطعة وسابق قاع يبدأ إرهاصات الحملة الرئاسية، كانت هون جهات سياسية في شبابية مطالبة قاع بمقاطعة الانتخابات وعدم قاع المشاركة فيها. هذا قاعد يلا بيهاش كانت خارقة قاع نعم أصوات والله تكتل كانت أصوات وجهات على مستوى التواصل الاجتماعي هو ذلك اللي يحرك الرأي الوطني ولا الرأي الجماهيري اللي حوله ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. هون أصوات كانت مطالبة بعدم قاع المشاركة في العملية قاع اللي تخلق. ونحن طبعا ما كنا منها اللي كنا مأملين عن النظام اللي شاف ذلك اللي خلق في السنغال وشاف حتمية عن الخلود في السلطة ما هو خالي وعن أشبه طريقة اللي يوخذ منها رئيس سالم وعزز مكرم، ما هو أنك تعدل مأموريتين قدر ما أنك تعدل تمارس الديمقراطية وتحرص على ممارستها وتحرص على تنظم انتخابات شفافة ونزيهة. رانا كلا اختارك الشعب اختارك ما اختارك توخذ مولي معزز مكرم. يا غير للأسف لين دخلنا في ذي الرواية ظهر لنا علينا بكرعين في السرار عن هذا النظام قاع لأنه هو أسوأ نظام ديمقراطية عرفته موريتانيا. ردنا لأحقاب وراء وللطايع. شوف وللطايع كان في زمن يترشح ملاي واللي جيد ولا قطع عاد نايب ولا قطع عاد عمدة ولا قطع منعه وللطايع من الترشح. زمن وللطايع كان يترشح ضده محمد خونة والهيدالة والرؤساء اللي سابقين وترشح ضده زعامات المعارضة كامل ولا قطع منعهم من الترشح ولا قطع منعهم من التزكية. زمن ول عبد العزيز ترشح ضده علي يرحمه وقطع الناس كامله تعرف شده معارضه علي ول عبد العزيز ولا منعه من الترشح ولا منعه من التزكيه. وزمن ول عبد العزيز رشح برام ذيك الساعه ما هو نايب ولا هو عمد ما هو شيء ولا منعه من التزكيه ورشح اللي مرشح حالا اللي ترشح المره الثانيه مع كل احترامي له المرتجي ما قطع نايب ولا قطع دبيته ولا قطعت القضية مطروحة به للدستور يكفي الحق الترشح للرئاسة الكل موريتاني بصفة خاصة. انتخابات البلدية والنيابية قالك لا بتعود ترشح من حزن يقول لك دستور غير القانون والدستور يقول لك عنك الانتخابات الرئاسية يكفي تعود موريتاني وتعود فم شروط من الضبطة وشروط من المصداقية ومن الحرص على ثوابت هذا البلد وقيمه الإسلامية والثقافية وحوزته الترابية أنا تعود تترشح. أما على أن يتخذ أمور أخرى من أجل الحد والوقوف وجه مرشحين معينين به اللي ما مسيطر عليهم ولا محكم فيهم وترشح مادة أخرى به اللي مرشح إياك تشارك في بنجة الموحول فيها هذا طاري وهذا نشاز وهذا ما هو مقبول وقايل للرئيس على انه الى عاد اللي شاك عنه اللي يخلد بهذا في السلطه ما اللي يخلد به في السلطه والى عاد اللي يغتير يمارس السلطه ويمشي عنها معزز ومكرم هاي الطريق اللي قال ما يطريقها وذاك اللي معاه من المرجفين ومن المفسدين ومن الشياطين اللي هما سبب الولايات اللي فيها موريتاني واللي كانوا يدعون لعبد العزيز مأمورية ثالثة وكانوا يدعون له بأنه يعود سلطان هم اللي حايطين به هو طيب ولين يتربوا يدخلوا في الجهرة كيف اللي عادوا لسابه هذه الجبهة يعني يبي بتشكيلتها الحالية هل هي جبهة آنية لمقاطعة ومواجهة يعني هذه الانتخابات أم هي جبهة مستمرة لها برامج يعني سياسية ولها يعني مستقبل سياسي؟ هي جبهة مستمرة لها برامج سياسية مستمرة إلين تفرض الديمقراطية في موريتانيا وتفرض على المكتسبات اللي قد حصلنا علينا نستعادوها ونزيدوا عليها. هي جبهة مطالبة باحترام حرية التعبير، جبهة مطالبة بعلن الشعب والإنسان الموريتاني على أنه يمكن من حقيته ممارسة للسياسة
جابهم طالبه بانهاء الفساد المستشري في ذا البلد، جابهم طالبه بالترخيص الاحزاب السياسيه الممنوع الترخيص لها، جابهم طالبه بعن الاحزاب السياسيه اللي حكم لها القضاء بانها ما يلا تنحل، وامتنعت وزاره الداخليه مطالبه باعلان القضاء يحترم وتخلى تمارس حقها في السياسه، جابهم طالبه باعلان هذا البلد ثروته المنهوبه على انها توصل له كيف شركه زيازه هذه اللي تسرق ذهبنا سبهلاله اللي كانت معدل الصنع لقره عن الذهب استخراجه مكلف، وبالتالي عادتنا قرعتنا لا 4 كيلوات من 100 كيل وتقبل هي 96 كيل باللي كانت مبرره عن الذهب صعيب استخراجه، وعقب الذهب ظهر عنه قاع مطروح على الارض ومشات رجاله واستخرجت بيكات وبيلات، وما زالت الان هذه الشركه تعطينا لا ذاك الفتات. طيب وما زالت هذه الشركه تقول اعلنها اللي تستخرج اقل من اللي يستخرجوا المناقبين التقليديين. طيب عنها اكثر وسائل يعني واعمق المنطقه اللي تقيس، وهذا ما هو قاعد لا هي وحدها سار الطرف على ثروتنا السمكيه اللي ناخرينها بواخر موكا اللي مجيبه من تركيا واللي مجيبه من اصقاع اوروبا واسيا، وجار طرفوا على ام سي ام شركه تذهب، وجار طرفوا على الزراعه اللي احنا ارضنا الزراعيه تقد تغذي العالم كامل، وهذه غالبنا هذه المطالب يعني بصفه كامله يعني الطريقه اللي توصلوها بها شنو يعني بشكل عام الطريقه اللي تحاول عنكم تتجسد على ارض الواقع هذه طريقه هذا منها توعيه المواطن ان هذه خالقه وعلى انه يا الله ينتشل بلده المقاطعة هي موقف من الانتخابات، هي عدم المشاركة في مهزلة معينة يحاول النظام عنه يرغمك عن المشاركة فيها، وبيت يكون يعود عندك رأي خاص بك انك ما ينفرض عليك شيء انت مالك مقتنع به، انا ما ينفرض علي يعني نمشي معاك انت ونمشي مع مراسلك، ولين يفوت يعود خارجي لا نمشي معاك انت والله مراسلك شبه قاعد انت من مراسلك انتهي المقاطعة هي موقف وتسجيل موقف وفرصة لتوعية الشعب والإظهار له على أن احنا الهدف عندنا ما كان لا ترشح، الهدف عندنا كان توعية يعني وتثقيف المواطن الموريتاني وطرح مشاكل. سيد الرئيس تبارك حان ظهركم عن جميع المترشحين مراسيل غزوان يعني حالف هاي ذلك السبعاي مترشحين السبعاي منهم مراسيل غزوان هذا حد كامل زكاه والقزواني ثم واحد ما شو حد كامل زبكاه والقزواني امر دبر بيلي بيلي فما مثلا يعني فما بعض حتى بتكلم فيسي تقول صنت حالك انت الين يقول النظام اللي منافسك على اللي دورك تنافسه على السلطه وهي لاحقه فيه اللي قد يلحق بيه انتم نفسكم كنتوا تدور تصور انت على انك انت كنت تدور النظام يزكيك بهذا انتم نفسكم كنتوا تدور النظام يزكيك ما كنا ندوره يزكينا افهم كنا ندور النظام يرفع ايده عن المستشارين وعن هو مستشارين لا هو صنت هو لا حتى الى الحزاب الاغلبيه صنت مستشارين هذا في القانون على المستشارين والعمد هم اللي يزكوا مرشحين، وقلت لك على الانظمه اللي سابق هذا ما كان النظام يمنع المترشحين من التزكيه، هذا اللي طرا عدل هذا النظام هو اللي احنا رفضنا به اللي تجاوز للقانون وتحدي القانون وتقزيم الصلاحيه اللي اعطى الدستور للمواطن الموريتاني في امكانيه ترشح الانتخابات الرئاسيه، هذا اللي رافضين، كنا ندور النظام بما ان الرئيس كافيته خمس عمد ياكي طرح ملفه يزكي نفسه بخمس عمد. العمد عندكم حريه تزكوا اللي ظاهر لكم على انه يقد يترشح الموريتاني، اللي ظاهر لكم عن ترشح الموريتاني مو تهديد لامنها. ولو تهديد لوحدتها ولو تهديد لدينها ولو تهديد لثقافتها تقدوا تزكوه وتعود له يتنافسهم انت بما انك لك خمس عمان في السلطه وعندك اليات السلطه وعندك هذو الصفاقه اللي صفقوا لك وعندك هذو المبادرات يشد عليك راسه وقلت عنك عددت انجازات ولا بقيتش ما عددته وعن هذه الناس قاع جاي جديد وساحه ما كانت فيها ولا مع احد ولا عندها زخم انت اللي مخوفه قصه منها قاع شنو انت ما تخليها تدخل معك الساحه وتنعت تغزم وتنعت ما يخالقه مالك هون عليك هون عليك يعودوا له يوقفوا ضد انتخابك يعودوا له يوقفوا ضدك من تعود خليتهم يشاركوا وقزمت وظهرت عنهم خارج وخارج لا انت فم مترشحين ما زكاهم غزوان فم صاحبته فم مترشح اللي هو زعيم المعارضه حاليا ورئيس تواصل
هذا المترشح حزبه كان عنده باش يزكي وزكى حزبه زكى حزبه نظريا سمعت نظريا لاش حالو نظريا متو وزادوا مرسول لا لا ما قلنا عنه يلا محترمين ومحترمين وطنهم والاخرين وراه يقير رئيس تواصل مع كل احترامي له ما عاد على مستوى المطلوب منه في المرحله اللي هي شو هو رئيس حزب عنده باش يزكي راسه وهو زعيم المعارضه مسؤول عن المعارضه كامله شاف مترشحين الدوله محتكره الترشح صفه غير ديمقراطيه ولا بقيت يتكلم لا كزعيم معارضه ولا كرئيس حزب ما هو ما تكلم ما خلاص بيان نهائيا دعيناه نحن دعيت وانا شخصيا اجتماعاتنا ولا حضر معنا ولا اجتماع ولا قال بنت شفه هذا سابق يعني ترشحه سابق يعني ترشحه ولا قال بنت شفه رفض اللي يخرق النظام عدلنا الوقفات انقمعوا امتنعنا من عدل الوقفات سلميه وتخال الناس اخرى تعدل الوقفات تخال ساعات حريه شوف وقفات قال نجي احنا معادين وقفه سلميه ما نراه دين دبوس ولا حجره ولا بط ولا مكركرين شيء امتنعنا هذا اللي هو زعيم المعارضه واللي مسؤول عنا احنا كمعارضه مسؤول عن المعارضه في الشارع الموريتاني تغيب عن مسؤوليته ولاحظنا هالو قلنا هالو قلت هالو انا هالو يعني ما ندد ما ندد ولا طالب بتزكيتنا ولا وقف معنا ما الله قال يعتبر على النظام عند الحق في اللي يعدل بسكاته بيدي سكوت قبول بالتالي هو لقاش يدور الناس تعود معاه يلا الناس يصبروا وقت الفاصله فيه غير وقت الفاصله فيك ما تنجبر وتختار لا راسك ويظهر قاع لنا كيف تدي ما تبغي الناس ترشح يا تعود انت واحد اكل مترشح الناس وين تفصل فيه اللي تقول لك عنك ما عاد تسبت باش تجمع شكرا جزيلا لكم الاستاذ احمد والصنبا والعبد الله احد المترشحين المقاطعين للانتخابات القادمه وعضو في جبهه المعارضه الديمقراطيه طبعا كيان جديد الذي اعلن عنه المترشحين ضير المعتمدين من طرف المجلس الدستوري وشكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الصاعي والمتابعه والى ان نراكم في حلقه اخرى من برنامج المشهد في امان الله.